يعطيكم العافية. اليوم فيديو جديد بالأنتي بكتيريال ايجنتس. التوبيك هذا كتير كبير، باخد تقريبا كتير فيديوز. نحاول الفيديو هاد ناخد سمري على الموست كومن ايجنتس. انا لما اطلع على هاي البكتيريا، على هاي السل، knowing the major structures gives you a hint where to go, where to attack this microorganism. راح نبلش دايركت بأول كلاس من الأدوية اللي هي cell wall inhibitors. زي ما بنعرف cell wall is an essential structure in the cell، لأنه من دون cell wall كل the components will burst out، بالتالي بصير في death. فعندي كلاس، طبعا ما راح أحكي every and each class، راح نحكي the most common classes. عندي class interferes with the last step in the cell wall، هي عملية اسمها transpeptidation. السيل wall في هاي البكتيريا هو مكون من units، وبالآخر بتجمعوا مع بعض بصير عملية cross linking أو transpeptidation. ففي enzyme اسمه transpeptidase. الكلاس من هاي الانتيبايوتكس مشهور كتير اسمه بيتا لاكتامز. ليش اسمهم؟ اسمهم لانهم فيهم بيتا لاكتام رينج. البيتا لاكتام رينج من دونه الانتيبايوتك ما راح يكون افكتيف. طب مين هم الميجر بلايرز بهذا الكلاس؟ هم عندي بنسلينز، وعندي السيفالوسبورينز. سيفالوسبورينز بنسلينز يعني مثل الامبيسلين، اموكسيسلين، كلوكسيسلين، دايكلوكسيسلين، بايبرسلين and so forth. طيب لو حطينا هون مثلا اموكسيسلين as يعني بروتوتايب في هذا الكلاس. باي هيستوري كان هذا الموكسلين افكتيف، بس هلا في عندنا ماني سترينز من الريزيستنت بكتيريا صارت تعمل سينثيسيس لانزيم بيعمل بايندينج، بيعمل اتاك على اور بيتا لاكتام دراج، يعني على هذا الاموكسلين. فبنسمي البكتيريا هاي البكتيريا اللي بتعمل البيتا لاكتاميز او بيتا لاكتاميز بروديوسينج بكتيريا. بيتا لاكتاميز بروديوسينج بكتيريا. That's why الحل كان يا بتزيد الدوز تبع الموكسلين واللي عملوه، او بتحطه بكومبينيشن مع بيتا لاكتاميز انهبيتر زي موليكيول كتير مشهور اسمه كلافونيليك اسيد. كلافونيليك اسيد صار الدواء اسمه كو اموكس كلاف، او يعني اموكسلين بلس كلافونيليك اسيد. ليش عملنا كومبينيشن؟ تو اوفركم البكتيريا اللي هي ريزيستنت. طيب عشان نكون كمان اوير، لما انا احكي في هاي في هذا الدومين، انا عندي نسميهم ايزي بكتيريا تو هاندل او تو مانج، وعندي تف بكتيريا. بنعرف انه في عندنا جرام بوزيتيف وعندنا جرام نيجاتيف. ذا تافست تشالنج للبيتا لاكتامز هم دائما في الجرام نيجاتيف بكتيريا، واسهل لهم يكونوا افكتيف في الجرام بوزيتيف. The most important bacteria بتهمنا في الجرام نيجاتيف هي السودوموناس اريجينوزا. السودوموناس اريجينوزا هي very tough, very could be fatal. في الجرام بوزيتيف بالجهة الثانية عندي الميرسا ميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس. فأنا لما أجي أطلع على البيتا لاكتامز على البينيسيلينز، طبعا عندي السمبل بنسلينز وعندي الادفانسد. الادفانسد يعني بيغطوا لي سودومونس، يعني بنسميهم انتي سودومونال زي الباي بيرسيلين مثلا. طيب لو اجينا حكينا على السيفالوسبورينز، السيفالوسبورينز كيف بنحكي عنهم؟ نحكي عنهم بحسب الهيستوري تبعهم، بحسب الجنريشن تبعهم. اذا بنزل شوي مثلا ومنحاول اوكي نزل شوي صغيره بس اوكي ثانك يو اوكي
السيفالوسبورينز عندي الفيرست والسكند والثيرد والفورث واللي نزلوا الفيفث. راح اشرح لغايه الثيرد والباقي بيكون تاسك لنا. فيرست وسكند وثيرد وفورث وفيفث، يعني كل ما كنا هون احنا بنشتغل اجينست جرام بوزيتيف، وكل ما نزلنا لتحت بيصير وي ار جينينج مور جرام نيجاتيف اكتيفيتي. جرام نيجاتيف هون مثلا سيفالكسين، سيفالكسين اشهرهم هون مثلا سيفيوروكزيم، هنا سيفترياكسون، طبعا في كتير. سيفترياكسون هذا انجكتبل انتروفينوس او انتروماسكولر، في كمان مشهور سيفيكزيم، ما راح احكي الثاني لانه هذا اتس يور هوم ورك. نعرف الفورث نعرف الفيفث، يعني احنا من الثيرد للفورث للفيفث احنا بنغطي السودوموناس ارجينوزا. اوكي طبعا هون مثلا راح افكر باستخدام الانتيبايوتيك، هون نحكي بالسمبل انفكشنز سكن سوفت تيشو انفكشنز، هون اكثر انديكيشن في اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن او اليو تي اي، هون بالسيرجيكال بروفيلاكسز كل ما كان انفكشن مور تف. طيب اذا بدي ارجع اطلع لفوق مره ثانيه، ارجع اطلع وين انا كنت. اوكي انا حكينا البيتا لاكتامز بنسلينز والسيفالوسبورينز، هدول افكتيف اجينست البكتيريا اللي إلها سيل وول. هلا عندنا تايب من البكتيريا هدول ما إلهم سيل وول، they lack سيل وول، بنسميهم atypicals، يعني ما عندهم السيل وول. يعني ممكن انا بدي اعالج مريض عنده مثلا نيمونيا في السيفالوسبورينز وما في ريسبونس، لما نعمل كلتشر بتطلع atypical بكتيريا. الاسماء مهمه كتير، مين الاتيبيكال بكتيريا؟ اتيبيكال عندنا وحده اسمها كلاميديا، كلاميديا وحده اسمها ليجينيلا، هذول التنتين كثير كثير مهمين عندنا. وطبعا اشهر وحده في اللانجز اسمها مايكوبلازما نيومونيا، مايكوبلازما. طيب معناته انا مع هدول البكتيريا اتس انكوركت اني اختار البيتا لاكتامز، معناته وين نروح؟ عندي انذر كلاسز، عندي كلاس انترفيرز وذ ذا رايبوزومز. الرايبوزوم is the location of the protein synthesis، the proteins مهمين for the bacteria. أول advantage إذا باجي بعمل interference مع الريبوزومز إني أنا بغطي الـ atypicals مع الـ typicals، فالspectrum أوسع. عندنا class، عندنا نحكي على three main إنه classes، رح أرجع أنزل عشان أبلش فيهم واحد واحد. إحنا هون نحكي على الـ نأخذ الـ gray بروتين سينثيسز انهبيترز. عندي اول كلاس اسمه امينو جلايكوسايدز، هدول الموست فيموس الجنتامايسين، الجنتامايسين اميكاسين and etc. لازم نعرف هاي الكلاس these are not effective orally، يعني they are not taken PO. hydrophilic يعني they are not able to have bioavailability through the oral route. So what can we do? هدول they are given يعني parenteral IV or topical. Topical eye drops, ear drops بدخلوا في topical preparations, creams, ointment and so forth. هدول very effective، الفوكس تبعهم towards the gram negative، يعني في pseudomonas and so forth. طيب الكلاس الثاني في البروتين synthesis inhibitors class old class اسمه tetracycline. التتراسايكلين
عندي يا اما تتراسايكلين نفسه، طبعا من اسمه تتراسايكلين، تترا يعني كواترو يعني اربعه، اربع رينجات يعني four rings fused together، هاي ثلاثه وهاي الرابع. بنغير الفانكشنال جروبس بناخذ نيو دراج. التتراسايكلين اشهرهم عندنا دوكسي سايكلين والمينوسايكلين. اوكي، هاي البرودكتس، هاي الدراجز هم could be bacteriostatic بدوز معينة، could be bactericidal. They interfere with the ribosome. Their major focus هم هدول يعني broad spectrum، في إلهم indication في الأكني فولجاريس، إلهم indications بالskin soft tissue infections، إلهم very good indication مرات بالLRTIs lower respiratory tract infections. طبعا مشهور انه هدول يعني not taken with the dairy products، يعني not taken with milk، لانه الميلك فيه كالسيوم وهدول الميديكيشنز بتحب الكالسيوم، فبتعمل كيليشن، بتعمل كومبلكس. This will render the drug unabsorbable or inabsorbable. معناته كمان انهم بيحبوا الكالسيوم كتير، contraindicated بالاطفال تحت سن 12 سنة، لأنه بروحوا على التيث بعملوا permanent teeth discoloration، بصيروا التيث لونهم أصفر، ف they are contraindicated in this age group. طيب عشان إحنا بنعمل كمان overview، لو أنزل كمان شوي أخذ الكلاس الثالث من البروتين synthesis inhibitors، لا مش new، بدنا ننزل تحتيها. تحتيها بنحكي على كلاس very nice class اسمهم macrolides. macrolides اسمهم من macrolides يعني macro structure زي هيك، طبعا هم يعني رينجات بس بتكون somewhat زي هيك، انا مش شاطر في الميديسينال. macrolides في ثلاثة مهمين، اول واحد كان مهم بطل مهم اسمه erythromycin. أول إشي لازم يجي على بالي إريثروميسين هو drug of choice في البنسلين يعني allergic patients، يعني patient عنده hypersensitivity من البنسلين أو من البيتا لاكتامز، drug of choice عندي هم الماكرولايدز. هلا إريثروميسين هو broad spectrum good efficacy، المشكلة تبعته بده يتاخد Q6 hours يعني أربع مرات في اليوم، not convenient enough، بس هو very good medication. الثاني من حيث الهيستوري واحد اسمه كلاريثرومايسين. هل هذا كلاريثرومايسين the major advantage it has a broader spectrum compared to its يعني previous competitor taken Q12 or Q24 hours و drug of choice في ال H. pylori infections اللي هي بتصير بالستومك، يعني هو part من ال من الرجمن اللي بعطوها لpatients اللي عندهم ال H. pylori، لأنه هو ماخذ ال indication في ال H. pylori البراند زي مثلا الكلاسيد، هذا الدواء كتير مشهور فإله indication في ال H. pylori. ايش المشاكل؟ المشاكل له drug interaction، drug interaction انه هو بصراحة بيشتغل ك cytochrome P450 inhibitor، يعني it inhibits the metabolism of the substrate، يعني اذا مثلا انه تاخذ مع دواء ثاني هو بيعمل inhibition للسيتوكروم اللي بيعمل الميتابوليزم للدواء الثاني، فالother medication ما راح يصير في عليه very effective phase 1 metabolism، راح يصير في increase بالconcentration وراح يسبب مرات toxicity. الدواء الثالث في هذا الكلاس دواء مشهور بالدوزينج تبعه اسمه azithromycin. هلا هذا الazithromycin هو مطور من الأول،
من التاني سوري من الكلاسيد يعني من الكليثرومايسين. الفكرة بتاخد Q24 له أكثر من دوزينج ريجيمن يا إما for 3 days أو for 5 days. عمليا احنا قدام دراج فيري افكتيف. طبعا هنا في له ميستري دراج هاد اتس نوت افيلبل ان ذا سيروم بت اتس كونسنتريتد مور ان ذا ماكروفاجز. وما عندي مشكله ال دي دي اي زي الاذر ميديكيشنز. هدول يوزد اكثر شيء في النيمونيا في البرونكايتس في الابر واللور respiratory tract infections. كلمة RTI stands for the respiratory tract infections. لهم other indications بال SSTI اللي هي skin soft tissue infections. ضل عنا بسرعة راح أنزل على كلاس تاني تقريبا راح أختم فيه باقي من نكمله بعدين. Please نرجع على ال okay. اطلع شوي لو سمحت. اوكي ثانك يو. راح نحكي على كلاس هم بيشتغلوا على الدي ان اي نيوكليك اسيد انهبيترز. هم اسمهم فلورو كونولونز. فلورو كونولونز بيجوا من مولكيول اسمه نالي ديكسيك اسيد. نالي ديكسيك اسيد عندي برودكت مهم او دراج مهم اسمه سايبروفلوكسيسين، ولكن كمان في عندنا نيور انو جنريشن. لو شوي نطلع عشان اكتب تحت. اوكي ثانك يو. عندنا الادفانسد من ال اوكي عندي انا الادفانسد من السايبروفلوكسيسين عندي ليفوفلوكسيسين جاتيفلوكسيسين جيميفلوكسيسين. الميجر فوكس تبع الفلورو كونولونز بالجرام نيجاتيف. جرام نيجاتيف وهون هدول الجداد برود سبيكتروم جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف. مينلي المين انديكيشن في اليو تي اي تحديدا السايبروفلوكسيسين. الاذر ادفانسد دراجز هم ايذر بالحالات الريزيستنت يو تي اي أور بحالات الـ lower respiratory tract infections. طبعاً not given for the children below 12 years لأنه بتعمل joint deformity. المشكلة الثانية بالـ patients اللي هم older than 65 years old في عندنا caution في موضوع الـ ECG changes. وكمان في interaction بالـ food مع الـ dairy إنه products اللي هم containing الكالسيوم. وعندنا مشكلة الفوتوتوكسيسيتي وهدولا we actually save them بعد السفالسبورينز والبنسلينز والتتراسايكلينز والماكرولايدز انه هدولا advanced agents. لهلا بيكون خلصنا البارت هذا بالانتيبكتيريالز. ان شاء الله we will see you in other videos. يعطيكم العافية.